السلام عليكم شباب، معكم اخوكم احمد نشيد دافلر وياي وهاي ماب الجليد شنقلا مره ثانيه، وعندنا السلاح الجليد. كل ماب طبعا في سلاح سبيشل، هو سلاح اللي يصغر زومز من وجههم، صغرهم. اسمه طويل جي بي 20520. المهم احنا نسميه بيبي جان او شرينك جان، نفس السلاح اللي عندهم في دوك نوكم، يصغر الاعداء. واعتقد ان ما شفنا الحين شلون شكله اذا تطور، راح نحاول نطوره ونشوف شلون راح يصير اذا تطور. مثل ما تشوفون الزومبي يصغرون وتقدر تنيفهم من مره واحده، وفي كم طاقات من 25 في الريلود الواحد. اعتقد يعني خلينا نشوف الحين. خمس. اتمنى ان هاي السلاح عجبكم، ولا تنسون لايك وسبسكرايب وتحطون لنا كومنت، قولنا وش رايكم في السلاح الجديد، ومع السلامه.